هذا السؤال والاهتمام بحماية التراث المعماري. مخطط عمل الوزارة يقوم على ثلاث مرتكزات أساسية. المرتكز الأول خصوصا على مستوى حماية التراث المعماري، المرتكز الأول يقوم على جرد المعالم التاريخية وبالتالي ترتيبها وتصنيفها. المرحلة الثانية هي توفير الحماية القانونية للتراث من خلال إعداد مجموعة من القوانين أو ما يمكن أن نسميه بالترسانة القانونية لحماية هذه المعالم التاريخية بمقتضى القانون. حاليا نشتغل على مشروع يتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه، ونحن في إطار التنسيق مع الأمانة العامة للمصادقة على هذا القانون الذي ستكون له مكانة متميزة خصوصا في حماية التراث المعماري. كذلك هناك يعني تخصيص مبالغ مالية مهمة من طرف وزارة الثقافة والاتصال لصيانة وتثمين التراث الثقافي. هذو على المستويات ديال المرتكزات الأساسية. طبعا هناك مستويات أخرى تتعلق بتدبير مصالح المعالم التاريخية والتوظيف ديال هذه المعالم التاريخية لأغراض ثقافية. كذلك نعمل على تشجيع التكوين والبحث من خلال مجموعة من المعاهد خصوصا في المجالات المتعلقة أو المتخصصة في حماية التراث، وبالتالي إعطاء عناية خاصة لهذه المعاهد المتعلقة بحماية التراث. وشكرا.